ده مشكلة. بعض الإخوة يسافرون إلى سوريا وهم متزوجون ثم لا يرسلون نفقات لزوجاتهم، وبعد ذلك يطلق زوجاتهم ليعانوا بعد ذلك الحصول على المعاش. إن لله وإنا إليه راجعون. مسألة سوريا تكلمت عنها كثيرا وقلت لا أجيز لإخواني أن يسافروا إلى سوريا، وتكلمت عن هذه المسألة بالتفصيل، فراجعوا ذلك في مظنة.